والآن مشاهدينا نعود للحديث عن عملية التوقيف في منطقة أرجنتوي بالعاصمة باريس وإحباط مصالح الأمن الفرنسية لمحاولة اعتداء إرهابي. مزيد من التفاصيل عن هذه العملية مع مراسلتنا في باريس هدى فتوان. خطر الإرهاب اليوم لم يعد بعيدا عن القارة الأوروبية التي تجد نفسها في حرب معلنة، كما وصفها رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالز، حرب بين دول أوروبية وعدو مجهول الملامح، ولكن يضرب بيد من حديد وقت ما أراد وكيف ما أراد. Face à nous, nous avons une organisation terroriste avec sa force de frappe, ses bastions, ses ressources, ses filières, ses cellules. Elle embrigade au cœur même de nos sociétés. Nous sommes en guerre car une guerre nous a été déclarée. Notre détermination doit être totale. فرنسا التي رفعت حالة التأهب الأمني لأقصاها بعد هجمات بروكسل، أعلن وزير داخليتها برنار كازنوف ليلة الخميس إلى الجمعة عن إحباط مخطط عملية إرهابية وصلت مراحل متقدمة بمدينة أرجنتاي بالضواحي الباريسية لتدق طبول الحرب مرة أخرى. قبل هجمات باريس فرنسا كانت تعيش على وقع أن تكون هناك هجمات إرهابية على أراضيها، والآن في ظل حالة الطوارئ ورغم نشاط قوى الأمن فالتحضير لعملية إرهابية قد ما زال في موجودا، وخصوصا بعد هجمات بروكسل. من جهة هو نوع من الإعلام تقوم به فرنسا لإبقاء حالة الحذر والإنذار في فرنسا. وبحسب متابعين للشان الفرنسي والأوروبي، فإن خطر الإرهاب اليوم لا يزال قائما، خطر أثار قلق وخوف المسؤولين الأوروبيين وربما القادم أسوأ. وبحسب المعطيات على الأرض، فإن شبح الهجمات الإرهابية يظل يطارد الأوروبيين إلى أمد غير قريب بحسب المحللين، إذا لم تهتدي دول الاتحاد الأوروبي إلى سبل واقعية في التعامل مع الأزمات الحالية في بلدان الشرق الأوسط وتداعياتها. لقناة النهار هدى فتوان باريس.